حقيقة خطوبة سوسن بدر لرجل أعمال شهير، وهذا ما قالته عن عريسها. انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة سوسن بدر، زعموا أنها من خطوبة سوسن بدر على أحد رجال الأعمال. وبحسب ما جاء في الصورة، فقد ظهرت الفنانة سوسن بدر في الصورة مرتدية فستان سواري، وأشار رواد مواقع التواصل أن الصورة تم التقاطها في حفل خطبتها. وكانت المفاجأة المدوية أن الأمر لم يكن سوى شائعة، وأن الصورة المتداولة للفنانة سوسن بدر ما هي إلا صورة من جلسة تصوير خضعت لها. وتبين أن الفنانة سوسن بدر هي من نشرت تلك الصورة بتاريخ 25 من نوفمبر 2019 خلال جلسة تصوير أجرتها أثناء تكريمها في الدورة 21 من مهرجان تريكور لنسخة الأفلام القصيرة الفرنسية الذي أقيم في القاهرة. ومن جانبها، علقت النجمة سوسن بدر على شائعة خطبتها لأحد رجال الأعمال قائلة: كذب طبعا، أكيد لو حقيقي كنت نزلت الصور على صفحتي على إنستجرام، بلاش إشاعات سخيفة. وأضافت سوسن بدر: ويا ترى مين بقى العريس المرة دي؟ أصل الإشاعة دي طلعت كتير قبل كده. وأشارت الفنانة سوسن بدر لأن الصورة المتداولة من حفل افتتاح مهرجان الفيلم القصير بالجامعة البريطانية 2018. وشاركت الفنانة الكبيرة سوسن بدر في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل ونحب تاني ليه للنجمة ياسمين عبد العزيز وعدد آخر كبير من الفنانين، منهم شريف منير، كريم فهمي، طار عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغني، سمر مرسي، وتأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري. ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، إذ تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج.